Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون من أقاربكم ومعارفكم. إذن مرحبا بكم في قناة ألواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne ألواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن لا زلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو لونيفير بلس أون ماتيماتيك دوزيام أني كوليجيال. إذن وصلنا إلى الصفحة 127 ليكزيرسيس نيميرو 17 دي سوا جي إيتيغال أ ملتيبلي باغ أ موان بي بلس بي ملتيبلي باغ أ موان بي. قالك ديفلوبي إي ريدوي ديفلوبي إي ريدويغ ماشي ريدوي. Développer et réduire l'expression g. Factoriser g en mettant a moins b en facteur. En déduire une égalité remarquable. Et donc, avant même de t'en jouer, on va essayer de faire une question. Il y a une phrase qui s'appelle g. Il y a une chose. Développer et réduire. Mais c'est réduire. Et réduire l'expression. On est tout à fait là. Factoriser but à mettre g. Bah, les yeux qui sont a moins b. Tout à fait. Donc, c'est un petit المتساويه سميتو المتطابقه الهامه. اذا عندنا التمرين غادي نمشيو دقه دقه باش تفهموه، ما تمشيش بالزربه لان بغيتكم باش تستافدوا مزيان. اذا اول حاجه في هذا التمارين خاصني نكتب اول رقم ديال التمرين اكزيرسيس نيميرو 17 دون لا باج 127 ونكتب هذه المقدمه سوا جي. ما يمكنش تبدا مباشره تتم سميتو مقدمه يعني بدايه جافه ديال التمرين، كتب مباشره ما تبداش جي تيغال كذا. كتب شي عباره، كتب سوا جي تيغال A moins B، نحن كتبناها بلس B ملتيبلي با A moins B، و تنكتبو جو ديفلوب جو ريدوي هنا، بغيت نكتبو جو ريدوي ليكسبرسيون جي. إذا تنكتبو العبارة كيف عطاوها لنا الأول، عاد ديك الساعة تنشروها. إذا تنكتبو جي تيكالا A ملتيبلي هاد المك هاد الرقم مضروب في هاد القوس، يعني أنه مضروب فيه مكتوب حداه راه مضروب فيه، واخا ما كتبينش لي عملية الضرب، ما كتبينش لي عملية الضرب هكا، ولكن كاين حداه. إذا A مضروبة في A moins B بلس B مضروبة في A moins B. إذا أش غادي نديرو؟ غادي نديفلوبيوها كيف قلنا قبيل في التمرين 16. هذا تنشرو على هذا الاولاني، اذا ا ملتيبلي با ا تعطينا ا او كاري، بيناتهم ناقص نعاودو نكتبو ناقص. اذا انتهى الامر ديال هذا، هذا ضربناه في هذا، انتهى الامر ديالهم. كيبقى لينا نضربو هذا كذلك في بي، اذا ولكن هذا بيناتهم موان. اذا ا ملتيبلي با ا عطاتنا ا او كاري، المره الثانيه عطاتنا ا في بي، هاي ا بي. ندوزو للقوس الثاني مع بي، اذا بي كذلك وين نضربوها في ا، ها وين نضربوها في ا تعطينا بي ا. ثم كذلك تنديرو بيناتهم ناقص لكن ها هو هنا، وتنضربو كذلك في بي. إذا تنحصلو على بي فوا بي هي بي وكار. إذا جوج سميتو العمليات عطاونا ربعة ديال الأعداد. إذا أ وكاري موا أ بي بلس بي أ موا بي وكاري. أش تلاحظو هنا؟ أ في بي أ في بي هي مثلا خمسة مضروبة في سبعة، هي سبعة مضروبة في خمسة، ولكن بيناتهم ناقص. إذا ناقص غادي نكتبوهم بهاد الطريقة، أ وكاري ها هي رجعناها كما هي، ثم ا بها هي، وهنا بي ا كتبناها على شكل هاد بي ا حولناها الى ا بي، بحال ما قلت لكم 5 مضروبه في 7 هي 7 مضروبه في 5، ماشي ما كاين حتى مشكل بيناتهم. ولكن لاحظوا بان هنا كاين ناقص وهنا زائد. مثلا نقصتي واحد العدد، مثلا افترض مثلا 5 في 7، 5 في 7 هي افترض مثلا هذه هي 5 وهذه 7، 5 في 7 هي 35، ودرنا هذه المره 7 مضروبة خمسة هي 35، إذا ناقص 35 زائد 35 هي صفر. إذا هادو بنختزلو بيه بيمشي، وتبقى لينا أ أو كاغي موان بي أو كاغي. إذا جي إيتيكال أ أو كاغي موان بي أو كاغي. ندوزو للتمرين السؤال التاني، قالك فاكتوريزي، بغيت تكتب أنت جو فاكتوريز جي أون ميتون أ موان بي أون فاكتور. إذا تنديرو نعملو بي أ موان بي، إمتى تنعملو بي أ بشي حاجة؟ إمتى تكون تتعاود في أعداد سميتو في دوك الجزاء ديال شي معادله ولا اكسبريسيون تعبير. اذا عندنا هنا جي تساوي ا ملتيبلي بار ا موان بي زائد بي ملتيبلي بار ا موان بي. اذا الحاجه اللي تتعاود فيهم، هنا كاينه ا وهنا كاينه بي، ولكن هنا كاين واحد القوس اللي فيه هو ا موان بي وهنا ا موان بي. اذا غادي نهزو ا موان بي من هذه ونهزو ا موان بي في هذه. اذا حنا عملنا بها، تلاحظوا الى الزينه هذه والزينه هذه، ماشي تنختزلو بهم تنهزوه، اذا حنا حطيناه في هذا. اذا الى الزينه من هذا الجزء الاول، هاد العضو الاول من العباره، تتبقى لينا ا، خاصنا نضربوها في ا، حنا كتبناها هنا، تتبقى بيناتهم زائده، حنا كتبناها هي زائد، تتبقى لينا في العباره الثانيه بي. اذا تنديروهم بين قوسين كاننا تنضربو ا موان بي تنضربو في ا، ثم تنزيدو ا موان بي مضروبه في بي.
اذا متى نحصلوا على الجي اللي لقيناها قبيله؟ اش لقيناها قبيله؟ لقينا الجي قبيله تساوي ا او كاري موان بي او كاري. اذا عمل اللي عملناها في لي فاكتور لوغيزينا لقينا الجي تساوي لنا ا موان بي ملتيبلي بار ا بلس بي. اذا هذه العباره هذه تسمى متطابقه هامه. لقينا ا موان بي ملتيبلي بار ا بلس بي تساوي لنا ا او كاري موان بي او كاري. هادشي اللي غادي نديرو في السؤال الثالث. السؤال الثالث قال لك اون ديدوير اون ايغاليتي رماركاب، يعني استنتج متطابقه هامه ولا عامه. اذا عندنا بغيت تكتب لي الكوماند ديال التمرين. اون مونتري كو جي، عندنا جي في الاول جي هي ا، هادشي اللي عطاونا في الاول ا ملتيبلي بار ا موان بي بلس بي ملتيبلي بار ا موان بي، يعني ديفلوبينا نشرناها وبينا بانه السؤال الاول بانه هاد الجي اللي بدات بهاد العباره هكا لقينا تساوي ا اوس 2 ناقص بي اوس 2. اون تروفي كو ولا اون مونتري كو دون لا كيستيون ان كو جي تيكالا ا او كاري موان بي او كاري، هاد الجي اللي لقينا في النتيجه في الاول. وفي السؤال الثاني اون مونتري كو دون دو كو جي تيكالا ا موان بي بلس ا بلس بي، اذا نفس الجي هي ما غيرنا فيها والو. اذا هاد ا موان بي ملتيبلي بار ا بلس بي هي ا او كاري موان بي او كاري. اون ديدوي يعني ان نستنتج بان ا موان بي ملتيبلي بار ا بلس بي اي تيكالا ا او كاري موان بي او كاري. إذن هذه بصفة عامة ستون إيغاليتي غوماركابل ولا ستون إيدونتيتي غوماركابل. إلا عطاوك شي حاجة بحال على هذا الشكل تديرها مباشرة. نعطيكم مثال، عطاونا مثلا أ هي إكس، عطاونا بي مثلا هي خمسة، تنديرو إكس موان سانك، والأخرى تنديرو إكس بلس سانك. علاش درنا بلس سانك؟ لأن كتبين أ بلس بي، وتنمشيو مباشرة تنديرو هذا الرقم الأولاني أوس 2، والثاني تنديرو أوس 2 خمسة أوس 2، ولكن أشناهو الرمز اللي بيناتهم؟ هو ناقص. إذا بحال مثلا إكس موان 5 ملتيبلي باغ إكس بلس 5، مباشرة نديرو إكس أو كاري موان 5 أو كاري، لأنه درناها بصفة عامة، يعني كيفما كان الرقم هاد أ أو بي، هاد العبارة صحيحة. أ موان بي ملتيبلي باغ أ بلس بي تيكالا أ أو كاري أ موان بي أو كاري. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين 17، أتمنى أن تكون قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.